بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم عندي في القناة. إن شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين وفي أحسن الأحوال ديالكم وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم بنتي تشارك معكم هذه الفطائر، فطائر المقلات الرائعة اللي دغيا كيوجدوا ساهلين وبنينين للبنات وساهلين كما سبق لي قلت، وأهم حاجة لدادين البنات بزاف وكيعجبوا الكبار وحتى الصغارين كيحماقوا عليهم، لأن فيهم البنات يعني المكونات اللي داخلة فيها راه كتعجب كل شيء الكبار والصغار. إن شاء الله تجربوهم ونتأكد على الإعجاب ديالكم. وأهم حاجة البنات ساهلين دغيا كيوجدوا، يعني تن آخر لحظة تقرب المغرب عادك ممكن توجدوهم. صافي البنات، هادو هما الفطائر ديالنا كيجيو رائعين، ان شاء الله تجربوهم باذن الله وانا متاكده انهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. ودابا غادي ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجو 250 غرام ديال الكفته، بصله كبيره مشلضه، جوج ديال البطاطات مقطعين مكعبات على هذا الشكل هذا، غادي نحتاجو مغرفه كبيره ديال الصويا صوص، مغرفه كبيره ديال الصوص مطيشه، بالنسبه للصوص هنايا البنات استعملنا ديال البيتزا اللي كتباع واجده، نص معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الملح، معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال التحميره، معلقه صغيره ديال بودره ديال الثوم، وراس معلقه صغيره ديال السوداني وكتبقى حتى اختياريه طبعا، ومعلقه معمرشي ديال المرطاد. صافي، وغادي نحتاجو الجبن والخبيزات ديال الطاكوس هما اللي غادي نعمرو فيهم هاد الحشوه هذه. بالنسبه للفرماج البنات استعملوا طبعا اي نوع ديال الفرماج، انا استعملت موتزاريلا، وانتوما طبعا تستخدموا اي نوع متوفر عندكم. ممكن تستخدموا هذاك الجبن اللي مربع حتى هو كيجي مزيان. صافي البنات غادي ندوزو لطريقه التحضير اللي هي سهله وبسيطه. غادي نعملو البصيله ديالنا ونزيد طبعا اللي غادي نطيبو فيه كفيته بصيله، وغادي نضيفو عليهم التوابل ديالنا اللي سبق لي ذكرت. صافي البنات وغادي نخليهم يتشحروا، غادي نضيف كل شيء الا ديك جوج مغرفات ديال الصوص مطيشه، غادي نخليها حتى الاخر حتى طيب الكفته ديالي. صافي البنات هنا غادي كيف لاحظتوا ضيف التوابل كاملين، وصافي غادي نبدا نحرك حتى تنسجم هذيك الكفته مع البصيلات، وغادي نخليهم يطيبوا. صافي البنات هنا غادي ناخذ مقله اخرى، غادي نقلي فيها هذيك البطاطا. صافي وغادي نخليها تقلى، عملت فيها الملح لا والو ما احتاجوش. صافي البنات هنا عاوتاني ملي من بعد ما طابت لي هذيك الكفيته زدت عليها هذاك الصوص ديال الطوماط. صافي هنايا ملي كنحركها غير شويه تندمج. صافي وغادي نزول الحشوه ديالي على النار. صافي هنا كما لاحظوا طابت لي بطاطا، طابت هذيك الحشوه، وهنايا حطيت الفرماج كما قلت لكم ممكن تعوضوا في اي نوع ديال الفرماج. صافي غادي نبقى نعمر الخبيزات ديالي على هذا الشكل هذا، غادي نعمر غير النصف لما الكفيته هي الاولانيه، ونعمل فوق منها شويه ديال البطاطا. صافي الفرماج هو اخر حاجه. صافي نثنيهم هيدا على جوج. صافي البنات غادي نكمل جميع الخبيزات ديالي اللي عندي، تنكملهم كاملين عاد ندوزو باش نطيبوهم، حيت اصلا ما كيديوش يطيب بزاف، دغيا كيطيبو البنات كما كنعرفو، يعني كنعملو معي في المقله ولا مثلا الا كانت عندك بياسترا اولا بلانشا ديال الخبز اولا ديال الساندويشات هذيك حتى هي تستعملها احسن. انا هنايا ما عندي شي، كنعوضها بهذاك بالمقله. بالنسبه للطياب ديالهم البنات طبعا طيبوهم حتى اخر ساعه، عادك حطوهم في البلانشا اولا حطوهم في المقله على حسب كل واحد، اللي عنده بلانشا تعملو في بلانشا احسن، واللي ما عندهاش تعملو في مقله نفس الطريقه. عملت نفس الطريقه اللي غنعمل انا، انتما غادي تشوفوا الطريقه اللي غادي نعدل من هاد الفطائر يعني، وخليهم حتى اخر ساعه حتى ربع ساعه الاخرانيه ديال المغرب عادك نعملوهم في بلانشا، نوجدوهم على هذا الشكل هذا كما ها هما البنات كيف كتشوفوا شكلتهم انا، وحطيتهم كما قلت لكم حتى اخر لحظه عادك طيبتهم. صافي البنات هنايا وجدت المقله. بالنسبه لينا نستعمل هذه المقله هذه، ممكن تستعملوا اي مقله عاديه البنات ماشي ضروري هذه. صافي غادي نخليهم حتى يتحمروا هما كيف كتشوفوا البنات
كيجيو فحال الا داير عاملاهم في بلانطه نفس الطريقه البنات. هنايا كنحاول نقلب فيهم لان العافيه كاينه عندي غير في الوسط، كنحاول نبدل. نتيجة رائعة بنات وسهلين، يعني دغيا كيوجدو، ما تحتاجش انك توقف بزاف الكوزينه. اسهل حاجة ممكن توجدها في هذا رمضان مع الحريرة هي هاد الفطائر هادو ديال المقلات، وكيجيو لا رائعين البنات، كيجيو لذاذين بزاف. متأكدة انكم غادي يعجبوكم اذا جربتوهم، وحتى وليداتكم ان شاء الله حتى هما غادي يعجبوهم، لان يعني كيف فيهم بطاطا، فيهم داك الفرماج، فيهم كفيتة، يعني داكشي اللي كيعجبهم الواوس تيتوين. صافي غادي نكمل الفطائر ديالي كاملين بهذه الطريقه كيف كتشوفوا البنات. وهادو البنات هما الفطائر ديالي، ساهلين دغيا كيوجدو، ولذاذين رائعين البنات. نتمنى انكم تجربوهم، متاكدين ان متاكده انهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم وديال وليداتكم باذن الله. ان شاء الله البنات نكون فدتكم بهذا الفيديو البسيط، وان شاء الله نشوفكم فيديو جديد. وقبل ما نودعكم البنات، كنتمنى لاول مره تزور القناه ديالي ما تبخلش عليا بالاشتراك، والمشتركين طبعا خليوا لي تعليقاتكم وجيم الفيديو باش ان شاء الله نزيد نعطيكم وصفات جديدين باذن الله. ان شاء الله رمضان مبارك سعيد على الكل، في امان الله، والسلام عليكم.